ولذا اذا حبيت تمد صوتك وتخير في المستقبل ما واش غير رئيس الجمهوريه اي اليوم ونحن بصدد هذا الاستحقاق الوطني الهام نسارع الخطى من خلال تعزيز ثقافة التثقيف الانتخابي. نحط الرحال اليوم بولاية باثنة ولكن الفعاليات في كل ولايات التراب الوطني يعمل من خلالها زملائي أعضاء المجلس الأعلى للشباب من خلال تشبيك الجهود مع الفواعل الشبانية ومع الإطارات الشبانية وإطارات المجتمع المدني لتشكيل قطب ينشر هذه الثقافة في أوساط المجتمع. العمليات التحسيسية التي يقوم بها المجلس الشباب على مختلف بلديات وولايات الوطن 58 ولاية زارها أعضاء المجلس الأعلى للشباب وتواصلوا مع ساكني هذه المناطق خاصة مناطق الظل من أجل التحسيس بضرورة تسجيل الشباب في الانتخابات وتسجيلهم لدى السلطة المستقلة قصد ممارسة الحق والواجب الانتخابي.